أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. إحنا أصحاب الديانات الإبراهيمية بشكل عام نؤمن إنه إحنا خلقنا أو وجدنا أو أبونا آدم وحواء، يعني من آدم وحواء. لكن أصحاب الديانات الأخرى والعقائد الأخرى والهذا ما يمكن ما عندهم هذا الإيمان كلهم. الأبحاث الحديثة أكدت إنه من خلال الDNA اكتشفوا إنه باختلاف ألوان الناس وثقافاتهم ولغاتهم ووجود أماكنهم اكتشفوا أنهم كلهم جاءوا من أكبل، يعني من ذكر وأنثى. وهذا يثبت هذه النظرية، يعني علميا أنا عم نحكي علميا. طبعا ليش عم نحكي عن هذا الشيء؟ لأنه في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لا يؤمن، ركزوا يا جماعة، لا يؤمن، مش لا يسلم ولا لا يصير نصيحي ولا يهودي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. برضو ركزوا هون، لأخيه، ما حكى لأخيه من أهل الكتاب ولا لأخيه من دينه، لأخيه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أخذنا هذا المبدأ مبدأ في حياتنا، تسوي كل إشي كأنك بتسوي لنفسك ولعائلتك ولأهلك، صدقا صدقا رح نعيش بسلام وحب وطمأنينة. هذا الحديث شيء رائع. سيدنا المسيح عليه السلام بيحكي عن نفس الشيء في الإنجيل، إنه لازم نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا. فالمبادئ واحدة، الحب للآخرين ما تحب لنفسك. إذا أنت ماشي بالشارع وكبيت ورقة قدام بيت غيرك، فكر إنه غيرك حيكب ورقة قدام بيتك. لما انت بتسوق غلط، فكر انه واحد غلط قدامك حيسوق وممكن يسبب لك حادث ويؤدي لعائلتك لمشاكل. اذا انت بتأذي جارك نفس الشيء، فكر انه جارك رح يأذيك. اذا بتأذي احد في اي مكان، اذا بتغش احد، فكر انه غيرك حيغش فيك. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله يزيد ايامكم حب وبركه.